البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. بغيت ندير بسبوسه محشيه بالقشطه وقلت نشاركها معكم. عندي هنايا القشطه ناضج. المهم اي قشطه عندكم مشكله، بس انا غادي نعبر، كنعبر بهذا. درت واحد عاد ديال القشطه وعبرت به جوج ديال السميده الرقيقه، جوج منهم. ايوا درت خميره ديال الحلوه وخماره ديال الفاني حتى هي وشويه ديال المليحه، وعاوتاني عبرت بهذا سنيده عامر والزيت حتى هو عبرت به حتى هو الزيت. ايوا وكاس الحليب حتى هو عمرت حتى هو عبرت به حتى هو الحليب، كاس من هذا زعما كاين الحليب حتى هو ديرو. ايوا غادي نخلط ان شاء الله هذا الخليط كلشي، ها هو غادي نخلطو مزيان ونديرو في المول، ندير النص ديالو في المول ونقاد الكريمه اللي غادي ندير لداخل عاد ديك ساعتين ونخطوها بخطوه. دابا راه حنا خلطنا، غادي ندير النص ديال الكميه وندخلها للفران، الفران سخون من الفوق ومن تحت، وديك الساعات النص الاخر نخليه حتى ندير الحشوه الثانيه عاد ندير الحشوه الاخيره. البنات دهنت المول ديالي بالزيت، الا عندكم الزبده دهنوه حتى هو ماشي مشكل، وخويت نص ديال الخليط غندخلو دابا الفران من تحت حتى يطيب ليا ونطيبو من الفوق، وعاد ديك الساعات غادي نصاوب الكريمه اللي غادي نديرو من الداخل. الكريمه يا البنات درت علبه ديال القشطه ها هي، والحليب، الحليب جوج كيسان كبار ديال الحليب، وجوج معالق كبار ديال النشا، وجوج معالق كبار ديال سنيده، واحد فاني، وغادي نخليها حتى تعقد باش نخويها من فوق هذاك القشطه ديالنا فاش طيب. هذه هي الكريمه اللي غادي نديرو لداخل. البنات خويت داك الخليط من الفوق، ودابا شعلت الفران غير من الفوق صافي، حيتاش لتحت راه طاب. البنات هنا القطر باش غادي نسقيها فاش نسالي كلشي. عندي هنايا سنيده ودرت الماء وعصرت فيه الحامض، وغادي نخليه حتى يسخن يغلى، خصكم تسقيوها وهي سخونه وهذا القطر حتى هو يكون سخون. هنا الطبقه الاخيره هي درتها، وغادي ندخلها دابا عاوتاني للفران غير من الفوق. وها هي البنات البسبوسه ديالنا كيف كتجي، شوها عرفتي غزاله ومحشيه من الداخل، كتجي يا سلام. عرفتي ما نقولش لكم الشكل ديالها غزاله، شو كيف كتجي. انا درت ليها سمسم، مو سمسم، جوز الهند من الفوق باش زينتها. تزين اللي بغا يدير شي حاجه يدير. خويت عليها القطر كما قلت لكم اللي درت، ودرت عليها جوز الهند. ها هو ايوا هكا كيف تجي البسبوسه ديالنا، ها هي محشيه من الداخل. ايوا بالصحه والراحه، تجي غزاله من داك الشيء.